آمين. كيف حالك؟ طيب؟ ماشي الشر إن شاء الله. الله يعافيك إن شاء الله. معلش عرفنا باسمك؟ سعود عبد العزيز حمود السلام. ونعم. ليش جاي المستشفى اليوم؟ والله جيت، أنا خبروني بعض الزملاء هنا في المستشفى إنه في برنامج جاي من التخصصي أو أنت التخصصي، واللي هو عن السفر وعن الروحة والجاية، خصوص المواعيد والأشعة والتحاليل. يعني أنا أروح أروح للأشعة وشان تحليل، يعني وصعوبة السفر وصعوبة الحجيات وصعوبة الموضوع هذا، يعني هذا هو السيستم كذلك. هذا يزعجنا كثير. يزعجكم؟ نعم. طيب يعني برنامج توحيد الأشعة المقطعية في المملكة هذا تشوفه أنه مناسب؟ برنامج ممتاز، وأنا الحمد لله أروح وأجي، لكن فيه في بعض المرضى يعني مقعدين، بعضهم عندهم ظروفهم يعني، ونشوفهم بالطيارة يعني يركبونهم بالعربية، وشغلة مزعجة يعني. ونتمنى انه يعني انه يثبت الموضوع هذا ونصير يعني قريبين، يعني ونصير انه نقابل الدكتور فقط هناك. ليش الله يعطيك العافية. الله يجزاكم خير ويعطيكم العافية. ممتاز. أخوي سعود صايم؟ صايم. كم صار لك من ساعة؟ والله صايم لي ممكن 5 ساعات. 5 ساعات ممتاز. أنت عارف إنه الصيام 4 ساعات كفاية، كل الأشعة مقطعية. كيف حالك؟ والله عارف إيش راح نسوي لك؟ قول يا صدر. أيوه، أشعة مقطعية لمنطقة البطن إن شاء الله. تعبي صدرك هواء كويس، تكتب ما تخلص بدري. تحتاج ترفع يديك التنتين الآن فوق، من تحت ورا. على راسك. خذ نفس عميق، اكتم النفس. تنفس بشويش. تنفس بشويش. تنفس طبيعي.